السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مراجعتنا على بعض الاختبارات النهائية للصف الثاني الثانوي. نيجي هنا لما يجي يقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الدالة التي ثواني انتبهنا بالقلم الدالة التي تكتب باستعمال عبارتين أو أكثر تسمى دالة متعددة التعريف بالطبع صح. مجموعة حل نظام متباينتين غير متقاطعة في الحل هي فاي. إجابة صحيحة، لأن لو أنا عندي هنا كده أداة متباينة ورسمت كمان متباينة كده متوازيتين في وش بعض مفيش ما بينهم تقاطع، فهتكون بالتالي نظام المتباينتين إيه الحل بتاعهم إيه فاي. طيب نيجي بعد ذلك في السؤال اللي بعده يقول لك العبارة جذر الإكس زائد إكس زائد 4 كثيرة حدود أولية، من غير حتى ما نبص حتى على كثيرة حدود أو أولية، طول ما في جذر فدي دالة ليست كثيرة حدود، ليست دالة أصلا. لما يكون في جذر دي بتكون ليست دالة كثيرة الحدود. ده إمتى؟ لما نلاقي في الدالة إيه؟ في الدالة جذر، فبالتالي العبارة إيه خطأ. طيب يقول لك هنا تبسيط العبارة 2 إيه في 3 بي زائد 4 يساوي المقدار ده. تعالوا نشوف الايه التبسيط. لو ضربنا هنا الاتنين ايه نضرب العدد في العدد، 2 في 3 ب 6، ماشي هي 6 اهي، وهنا عندي الحرف في الحرف ايه في بي، ايوه ايه بي، بعد كده هنزل الزائد تمام. لو جيت ضربت الاتنين في الاربعة ب 8 والايه هتنزل، ما هو 2 ايه في 4 يبقى 4، 2 في 4 ب 8 ب 8 ايه، اذا التبسيط صحيح يبقى العباره ايه صحيحه. تمام ناخد بالنا ونركز كويس. طيب هنا في السؤال الخامس يقول لك النقطه 0 و0 تقع في منطقه حل المتباينه واي زائد 3 اكس اكبر من سالب 2. تعالوا نعوض الاول بالنقطه 0 و0، نعوض عن الواي بصفر والايه والاكس بصفر. هنا كده 0 زائد 3 في نشيل اكس ونحط مكانها برضو صفر اكبر من سالب 2. صفر زائد 3 في صفر بصفر، وصفر زائد صفر صفر، يعني تبقى الاجابه صفر. عادي ممكن نعملها برضو بالقلم ونتاكد. يبقى الصفر اكبر من السالب 2، الاجابه صحيحه. ايوه الصفر اكبر من السالب 2، الصفر بيكون اكبر من الاعداد السالبه، فبالتالي هتكون الاجابه ايه، الاجابه صحيحه. طيب نيجي هنا في السؤال رقم 6 يقول لك البعد 6 اي عدد تخيلي بحت. هو بساعة نشوف هنا الحرف اي كده ده معنى كان هو عدد تخيلي، ده 6 اي تخيلي، يبقى تبقى تكون ايه، تكون الاجابة صحيحة. طيب يقول لك هنا اذا كان المميز لمعادلة الدرجة الثانية اقل من الصفر فان لها جذران حقيقيان نسبيان. اولا كده لو كان المميز اقل من الصفر فبالتالي بالتالي كده ال ال ثواني نكمل. هنا كده نجيب القلم. يب هنا لما يجي يقول لك في رقم 7 اذا كان المميز لمعادلة الدرجة الثانية اقل من الصفر، لما يكون المميز اللي هو ده كده اللي قدامنا المميز ده يكون أقل من الصفر فإن لها جذران حقيقيان نسبيان. لا طبعا هيكون إيه، هيكون تخيليان، هيكون إيه تخيلان تمام، هتكون إيه، هتكون جذور إيه تخيلية، مش هتكون جذور إيه حقيقية أو نسبية. لما يكون إمتى، لما يكون المميز أقل من الصفر تكون الجذور تخيلية وليست ايه وليست حقيقية، فبالتالي تبقى العبارة ايه، العبارة خاطئة لأنهم مش هيكونوا حقيقيان هيكونوا تخيليان. تمام طيب نيجي بعد كده نشوف الأسئلة اللي بعد ذلك. يقول لك هنا في رقم 8 المصفوفة 1 و0 و0 و1 تسمى مصفوفة الوحدة من نوع 3 في 3. هو أولا كده اول جزء من المساله فعلا تسمى مصفوفه الوحده، لان في عندي هنا واحد وهنا واحد في المصفوف، فبالتالي طبعا تسمى مصفوفه الوحده. لكن الجزء الثاني هي ليست من النوع 3 في 3، مش 3 صفوف في 3 اعمده، لا كده الاجابه ايه، الاجابه خاطئه، كده هتكون ايه خاطئه.
طيب هنا بقولك إذا قطع أي خط رأسي التمثيل البياني للعلاقة في نقطتين أو أكثر فالعلاقة تمثل دالة. يعني مثلا لو أنا عندي هنا كده، بالكم كده معايا وركزوا في اللي هيتقال ده، نجيب سبورة لو عندنا هنا كده تاني، لو عندنا هنا كده خط رأسي اي تمثيل بياني عادي جدا اهو زي كده، وكانت مثلا الرسمة اللي عليه بالشكل ده مثلا وليكن كانت كده مثلا الرسمة بتاعته كده، وده ده يعتبر تمثيل بياني، وجي خط رأسي كده راح ايه قطع التمثيل البياني ده في نقطتين او اكثر زي كده. اه ده كده كده قطع الرأس البياني في كام نقطة؟ في نقطتين. اه نقطة دي واحد ودي التانية اللي هو ايه اللي هو التمثيل البياني. فبالتالي اذا قطع اي خط رأسي التمثيل البياني لعلاقة في نقطتين او اكثر فالعلاقة تمثل دالة، عبارة خطأ كده هتكون ليست دالة، لازم تقطعها في نقطة واحدة فقط وليس في نقطتين او اكثر. برضو ممكن تبقى زي كده، برضو ممكن تبقى كده، ممكن مثلا تبقى الدالة مثلا تبقى بنفس الشكل ده كده، وجيت هنا وايه راحت قطعها كده 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 قطعتها في نقطتين، دي نقطة ودي التانية. تمام. طيب نيجي بعد ذلك يقول لك هنا رقم 10، التمثيل البياني المتباينة واي أقل من أو يساوي 2 اكس زائد 1 يحدد بمستقيم متقطع. أولا كده العبارة خاطئة. ليه بقى؟ لأن هنا هو بيقول لي هنا أقل من أو يساوي عشان خاطر العلامة يساوي دي، عشان دي كده، عشان الشرطة بتاعت العلامة يساوي دي. لأن لما بيكون التمثيل المتباين أو المتباينة نفسها فيها أكبر من أو يساوي أو أقل من أو يساوي، الخط بيكون متصل وليس إيه وليس مستقيم، التمثيل البياني بيكون متصل وليس متقطع. فاللي خلى الإجابة أو العبارة خاطئة إن عندي علامة أقل من أو يساوي دي كده اللي يساوي دي. تمام. فبالتالي تكون العبارة إيه خاطئة. تمام. نيجي بعد ذلك للأسئلة اللي بعد كده، السؤال التاني نيجي للسؤال بعد ذلك، السؤال التاني هنا يقول لي انقل الرقم المناسب من العمود A بما يناسبه من العمود B. الرمز B31 يرمز إلى ركز كده مع بعض، إن أنا عندي ثلاثة أعمدة. الرقم الأول ده بيمثل الإيه؟ بيمثل إيه؟ عفوا بيمثل الصفوف، والرقم التاني ده بيمثل إيه؟ الأعمدة. فإن هو إن أنا عندي ثلاث أعمدة إيه، ثلاث عفوا ثلاث صفوف في عمود واحد، دي صفوف وده الإيه الأعمدة. فبالتالي كده هنا في عمود واحد يبقى دي مصفوفة الإيه؟ مصفوفة العمود، يبقى دي هتكون رقم إيه؟ رقم واحد. طيب مدى الدالة y بتساوي x زائد 2 هو ايه؟ اي دالة خطية يكون المدى بتاعها r، اي دالة خطية هيكون المدى بتاعها عندي هنا كده اللي هي y، طبعا هنا مفيش هنا r، في هنا خطأ، تبقى كده دي تبقى مكانها r كده، هيبقى لان الدالة الخطية سواء كان المدى او مجال هيبقى المدى او المجال بتاعها هيكون r، ودي هنا كده يكون مكانها ايه r. في هنا خطأ في الايه في المسألة. طب الجزء التخيلي في العدد 5 زائد 8 i، الجزء التخيلي اللي هو عنده الايه عنده ال i دي، يبقى هتكون التمانية. هنا رقم 3، المعامل الرئيسي لل اللي هو المقدار اللي قدامنا ده، اولا بنبص على الاس الاكبر، بنبص على الحد اللي ليه ايه اللي ليه اس اكبر زي عندي هنا كده 5 اكس اس 3، فبالتالي هيكون المعامل بتاع ال 5 اكس اس 3 هي ال 5 رقم اللي مضروب فيه، يعني بنسميه البوديجارد، واف ايه بيحرس الحرف او المتغير.
فده كده هيكون رقم 4. طيب لتكن في اف اكس بتساوي 2 اكس اس 2 ناقص 8، فان قيمة اف 2 بتساوي، معنى كده ان انا هشيل كل اكس واحط مكانها 2. فتعالوا نشوف هنا، نقول هنا كده 2 في 2 اس 2 ب 4 ناقص 8. اولا كده 2 في 4، ما احنا كده بنعوض عن الاكس ب 2، يبقى 2 اس 2 يعني هي 2 مضروبة في نفسها مرتين، 2 في 2 ب 4، يبقى 2 في 4 ب 8 ناقص 8 هيساوي 0. يبقى كده هتكون الإجابة 0، يبقى دي هتكون ايه، رقم 5. تمام. نيجي بعد كده ننتقل للسؤال الثالث.